ابطال الصف الثالث الاعدادي، مراجعه شيقه. خلي بالك هنراجع كل قواعد الترم الثاني مع بعض. تعالى نبدا نمبر 1. خلي بالك انا جايب لك جملتين زي ما انت شايفهم قدام. If you eat، if you eat، في فرق طبعا، في فرق كبير يا ابطال. اول جزء If you eat هنا في الماضي يبقى حاله ثانيه. If you ate more sweets you على طول هيكون جواب الشرط would have. يعني لو فعل الشرط في الماضي لازم يكون جواب الشرط would plus infinitive would have. If you eat مضارع فعل في المصدر مع I they we you يبقى على طول جواب الشرط will plus infinitive. أنا لو لقيت جواب الشرط would have فعل الشرط الماضي البسيط، لو لقيت جواب الشرط will have فعل الشرط لازم يكون present simple. تعال نشوف مع بعض number two. في جملتين اختلاف بسيط جدا، حرف واحد بس في جملتين، هنا في read لكن هنا في ايه؟ reads. هنا تصريف تاني، كلنا عارفين طبعا read read. زي put put cost cost hit hit sit s e t sit هي هي ما بنغيرش الحروف، لكن اعرفها ازاي؟ ماضي هنا لو فيه هي وفعل زي ما هو كده يبقى تصريف تاني يبقى ماضي، لكن اف هي وفعل فيه اس يبقى مضارع يبقى حالة اولى. نمبر 2 اف هي ريد ذات بوك، هنا حالة أولى ولا حالة تانية؟ فعل الشرط في الماضي يبقى حالة تانية، يبقى الجواب هيكون إيه؟ would plus infinitive. If he reads فعل الشرط في المضارع يبقى حالة أولى، يبقى جواب الشرط هيكون will get. نكتب مرة تانية، هنا would get، هنا will get. سؤال بقى ليك يا بطل. If we have more time we would visit our teacher. حالة كام؟ حالة تانية، كلام مظبوط. فعل الشرط لازم يكون في الماضي، الماضي من have had. If we has more time we will visit. حالة كام؟ حالة أولى. فعل الشرط لازم يكون present simple. I we they فعل في المصدر لكن هي او شي او it بنضيف للفعل اس. يلا نحل مع بعض. If we ايه؟ had طبعا. If we have، have يا مستر علشان في will. تعال نشوف مع بعض نمبر 4. خلي بالك معانا كلمة after. after يعني بعد، يعني هربط بين جملتين هما الاثنين لازم يكونوا في الماضي، بس واحد ماضي قديم قوي قوي، يعني حصل الاول والتاني لسه منذ فتره قليله. يعني ماضي قديم قوي يبقى هاد باست بارتيسيبل، وماضي جديد تصريف تاني. After he studied his lessons he went out. خلي بالك معايا هنا في مين؟ هنا في went out. شايفين went تصريف تاني، اول ما الاقي after والجمله التانيه فيها تصريف تاني يبقى على طول الجمله اللي بعد after had past participle. after he had والتصريف الثالث من study studied، ما تنساش تحذف الواي وتكتب اي. After study his lessons he went out. ما هي هي يا مستر. لا يا حبيبي مش هي هي، هنا فوق في ايه؟ في هي، في فاعل، علشان كده قلنا had study، لكن هنا after ما فيش فاعل يبقى لازم بعد after verb ing after studying. يعني لو لقيت after من غير فاعل على طول تضيف للفعل ايه؟ ing after study.
after he had studied. في فرق كبير جدا جدا. يلا مكملين مع مستر نصري، عندنا حاجات كتير قوي يا ابطال، اهم تريكات في ثالثه اعداد. نمبر 5، I plant more trees if I were in your position. على كام؟ ثانية، رائع. هيكون إيه الإجابة؟ will plant ولا would plant؟ would plant. excellent. هي حالة مستحيل، علشان كده قلنا if I were. كلنا عارفين إن I was ممكن was، لكن لما يكون شيء مستحيل يبقى على طول I were. If I were you، لو أنا مكانك I would play football. نراجع مع بعض شوية انجلش تراكمي. القواعد: I play is football every day. Every day present simple. I was he we you فعل في المصدر، لكن امتى تضيف اس مع هي مش هي وات، يبقى اجابتي هتكون هي ابطال play. I play football since. Since for already. ايوه. ايه كمان؟ just never present perfect. Have او has past participle. I have played. I play football yet. Yet يا أبطال. Yet لازم يكون قبلها haven't أو hasn't past participle. I haven't ولا I hasn't؟ طبعا I haven't. I haven't play. غلط. play. I play football last week. Yesterday أو last أو ago. تصريف تاني للفعل، لو فعل منتظم هضيف له دي أو اي دي أو اي اي دي. هنا play. I played football before 2000. محتاجة شوية تركيز شوية. اوعى تقول لي play. غلط. اوعى تقول لي playing. غلط. وهتقول لي I am playing. مال هقول ايه؟ شايف كلمة before؟ تعلمناها السنة دي. before بعدها فترة زمنية، أو by وبعدها فترة زمنية، يبقى past perfect. يبقى had past participle. had played. number 7، he does his homework by the time. by the time أو before بيساوي بعض. before يعني قبل. ربط ما بين جملتين في الماضي، بس في واحد قديم وواحد أجدد منه شوية. before موجودة، إيه اللي جاي بعدها؟ تصريف تاني، يبقى الماضي الأقدم had past participle. by the time موجودة، slept تصريف تاني، يبقى لازم يكون الفعل الأقدم had past participle. خلي بالك كمان بعد before لو ما لقيناش فاعل يبقى على طول ing. دلوقتي قلنا after لو ما لقيتش فاعل ing، before لو ما لقيتش فاعل ing. يلا نحل مع بعض. he does his homework by the time he slept. had والتصريف الثالث had done. نفس القاعدة، by the time بتساوي before، يبقى أقول إيه؟ had done. نفس القاعدة had done. لسه مكملين يا أبطال مع مستر نصري، مفيش مستحيل. فاطمة said، الكلام المباشر والكلام الغير مباشر. أول ما ألاقي ذات أي كلام بعد كده لازم يكون ماضي. ماضي بسيط ماشي، ماضي مستمر ماشي، ماضي تام ماشي، بس أنا بناء على الكلمة الدالة هختار الفعل الصح. شايفين في كلمات دالة كتير، يبقى لازم أركز. فاطمة said that she visit Cairo then. أول ما ألاقي then على طول was أو where ing، يبقى was إيه؟ visiting. then دي أصلها
now كانت I am visiting حولتها بقت she was visiting. Visited Cairo, visit Cairo the day before. The day before يعني yesterday أصلها. عندي حل من الاتنين يا مستر، ممكن تبقى ماضي visited بس، أو أغيرها تبقى ماضي تام had visited. Fatma said that she visit Cairo the next day. اليوم التالي مستقبل يعني كانت will بغيرها تبقى ايه would visit. Fatma said that she visit Cairo every day. Every day ده مضارع بيتحول يبقى ماضي، مضارع بسيط بيبقى ماضي بسيط visit visited. يعني عايزك تركز معايا، لقيت كلمة then يبقى was a where verb ing. The day before visited أو had والتصريف التالي. The next day أو the following day يبقى would plus infinitive. Every day visited. Number nine. Before I came to school. لسه قايلها لنا من شوية. Before ربط بين جملتين في الماضي، بس واحدة ماضي حديث شوية والتانية ماضي قديم. Before I came تصريف تاني اهو موجود. I do my homework تصريف تاني يا مستر، يبقى الجزء التاني had past participle. Before come مفيش فاعل هنا، قلنا إذا كانت الجملة بلا فاعل بعد before أو after لازم يكون الفاعل في إيه؟ I N G. Number nine I had done. Before come coming. Before coming to school, I had done my homework. He used to be happy, but now he not. هو اعتاد أن يكون مبسوط. عايزك تركز كويس. اعتاد أن يكون، شايفين؟ verb to be. تعال نشوف الجملة الثانية. He used to look. فعل في المصدر. اعتاد أن يكون مبسوط. ولكن دلوقتي verb to be am او is او are. الجزء الاول مثبت يبقى الجزء الثاني منفي. طب هي بيجي معاها ايه؟ am ولا is ولا are؟ is. جمله منفيه هتبقى ايه؟ isn't. يبقى لو في verb to be يبقى على طول isn't يا ابطال. He used to be happy but now he isn't. لكن دلوقتي مش مبسوط. He used to look happy. يبدو سعيد. فعل في المصدر. Now he إيه؟ لو أنفي كلمة look مع he هقول he don't ولا he doesn't؟ أو حد يقول لي he isn't. isn't بيجي بعدها ing يبقى he إيه؟ doesn't. رائع يا أبطال. لو فوق قال لنا I used to be happy. I used to be happy but now I am not. They used to be happy but now they aren't. تعال نشوف اللي جاية. He used to look happy بنقول but now he doesn't. لو قلنا they used to look happy but now they don't ولا doesn't؟ don't. زي ايه؟ don't. used to فعل في المصدر but now عكس الموجود. كان معتاد ان يفعل شيء في الماضي وتوقف عن فعله. تعال نشوف بقى الاسئله المعتاده السهله جدا. Students should avoid او keep او suggest او like او enjoy verb ing. make هتبقى making طبعا.
A lot of fish catch every day. A lot of fish eat every day. A big fish eat by Mr. Nasr yesterday. في فرق؟ إلى حد ما بسيط. A lot of fish عبارة عن الكثير من الأسماك. أشياء، أسأل نفسي مضارع ولا ماضي؟ Every day مضارع. جامع ولا مفرد؟ A lot of fish يعني سمك كتير، جمع ولا مفرد؟ جمع. يبقى از ولا ار؟ ار. واروح جايب التصريف الثالث من كاتش اللي هو كوت. A lot of fish eat every day. اسال نفسي شيء، دول اشياء يا مستر. تمام، جمع يعني مضارع ولا ماضي؟ every day كل يوم مضارع. are والتصريف اتل are eaten. A big fish كم سمكة هنا؟ سمكة واحدة، سمكة كبيرة. A big fish by Mr. Nasri yesterday. الكلام هنا ماضي ولا مضارع؟ ماضي من خلال كلمة yesterday. مفرد ولا جمع؟ A big fish مفرد. was ولا where؟ was. والتصريف الثالث هتبقى ايه؟ was eaten. مريم told me that she was studying. was studying. then مريم told me that she hadn't studied. دي اصلها haven't studied. على طول كلمة yet قلناهم من شوية. مريم told me that she would study now. would study يعني مستقبل، يعني ممكن أقول the next day أو the following day. مريم told me that she had studied yesterday. بتتغير هتبقى إيه؟ the day before، اليوم اللي قبل النهاردة، هو امبارح اللي هو ايه؟ yesterday. رائع يا ابو the day before. لسه مكملين مع مستر نصري وقواعد الترم الثاني الصف الثالث الاعداد. تعال نراجع مع بعض حبه انجليش تراكمي، مش تراكمي قوي، في جزء الترم الاول في جزء الترم الثاني. I speak English for 3 years. أول ما أشوف for أو since، have أو has past participle، have spoken. أيوة سؤال للناس المركزة. I speak French before 2000. أساعدك شوية، في before، في by، past perfect، had، had spoken. I speak French yet. لسه قايل لك من شوية، أول ما تشوف yet haven't أو hasn't past participle هتبقى إيه؟ haven't. صح يا أبطال، haven't إيه؟ spoken. The room by the servant yesterday. The rooms cleaned by the servant yesterday. The room cleaned by the servant every day. The rooms cleaned by the servant every day. الفكرة واحدة، اختلاف بس ماضي ولا مضارع، مفرد ولا جمع. أول حاجة أسأل نفسي past ولا present. أول جملة هنا إيه؟ yesterday، يبقى باست. السؤال الثاني singular ولا plural، مفرد ولا جمع؟ لا مفرد. was ولا where؟ was cleaned. الجملة اللي بعد كده أسأل نفسي present ولا باست؟ باست يا مستر. مفرد ولا جمع؟ جمع. was ولا where؟ where والتصريف الثالث. the room عبارة عن شيء، باست ولا present؟ في every day، عبارة عن present. مفرد ولا جمع؟
مفرد is cleaned. The rooms cleaned by the servant every day. كلام في البريزنت مفرد ولا جمع؟ is ولا are؟ are طبعا علشان هي جمع. Number one. The number 15. The room cleaned by the servant yesterday. إجابتها هتكون إيه؟ was cleaned. The rooms were cleaned. سؤال لنفسي، ماضي ولا مضارع؟ مفرد ولا جمع؟ وبعد كده التصريف التالي. The room is clean. اوعى تقول لي cleaning هي بتنظف نفسها، تنظف. Are cleaned. الجملة المنتشرة كتير قوي قوي يا أبطال. Egypt visit by more than 14 million tourists every year. الكلام هنا في present ولا past؟ present. مفرد ولا جمع؟ Egypt. is ولا are؟ is. والتصريف الثالث من visit، visited. يبقى is visited. number 70. We go out for a walk after we had finished our homework. في after يا مستر، قلنا لو شفنا after أو as soon as، اللي بعد after على طول had past participle. طب الجزء الثاني لازم يكون تصريف ثاني، go هتبقى went. Did you finish your homework before موجودة؟ before موجودة، جاي وراها تصريف تاني عكس كلمة after. شايفين after جاي وراها had past participle، يبقى الجزء اللي قبله تصريف تاني، هنا موجود تصريف تاني، يبقى قبلها هيكون في ايه؟ had past participle. past participle موجود، يبقى اقول had. had you finished. حنان always avoids. avoids ايه؟ دي سهلة جدا، افعال اي ان جي، waste هتبقى wasting. if he not late he will catch. تعال نشوف قاعدة اف كده. حلقة أولى ولا تانية؟ will فعل في المصدر، حالة أولى، يبقى لازم يكون هنا present. late، late يعني متأخر، صفة محتاجة verb to be am أو is أو are. هي بيجي معاها إيه؟ is، بس هو طالب نفي يبقى أقول isn't. if he not come late he will catch the bus. حالة أولى ولا تانية؟ على أولى، will catch. هكتب isn't؟ لا يا حبيبي، هنا في فعل في المصدر، لما تلاقي صفة على طول تكتب isn't أو aren't على حسب الفعل. هنا في فعل في المصدر ومع هي هستخدم doesn't. if he not late he would catch the bus. حالة أولى ولا تانية؟ تانية، يبقى لازم يكون كلامي في الماضي. didn't لو في فعل في المصدر، هنا في صفة مش هينفع didn't، يبقى عندي verb to be wasn't أو weren't. خلي بالك الاتنين صح، ممكن أقول wasn't وممكن أقول weren't علشان دي حالة مستحيل. if he wasn't late he would catch the bus. if he not come late he would catch the bus. حالة أولى ولا تانية؟ حالة تانية. عرفنا من خلال would plus هتبقى إيه؟ أيوة قلته في الأول didn't.
علشان ماضي. The park clean every day. من الجمل المكررة كتير أوي. بارك بينظف نفسه ولا ينظف؟ ينظف، يبقى باسيف. أسأل نفسي present ولا past؟ every day present. is ولا are؟ is. التصريف الثالث يبقى is. is ايه؟ clean. the park clean yesterday. was clean. خلي بالك يا بطل، لما يجي شيء في الأول تسأل نفسك مضارع ولا ماضي، بعد كده مفرد ولا جمع. I like play football at the weekend. I'd like play football at the weekend. في اختلاف، اختلاف كبير جدا جدا جدا. هنا في like، لكن هنا في I'd، اختصار لود. قال لي مستر نصري اول ما تشوف would like would prefer would love يبقى تو زائد الفعل في النص، لكن في like او love او prefer بس يبقى اي ان جي، يبقى اي لايك ايه؟ playing. I'd like to play. If we had more money، على كام؟ If we had more money, buy a new house. If we had، موضوع بسيط، هما الاثنين واحد، كنا عايزين نقول have هنا، لو في هنا have كنا قلنا ايه؟ هنشوف مع بعض. هنا في مين؟ had، يبقى اقول ايه الاجابه؟ would buy. ممكن حل تاني طيب؟ could. ايوه صح كده. ممكن حل تالت مايت. يبقى في الحاله الثانيه ممكن نقول وود او كود او مايت. طيب لو قال لي if we have more money we will buy a new house. if نادين read the story she، لسه حلين من شويه شبهها بالظبط. مين هيجاوب؟ حاله كام؟ اولى ولا ثانيه؟ نادين ريد، نادين ريتس، دي حالة تانية. أيوة حالة تانية أهو، ودي حالة إيه؟ أولى طبعا. If نادين ريد the story she would enjoy. If نادين ريتس حالة أولى well enjoy. مريم said that she is ill the day before. اتفقنا من شوية قلنا اللي بعد that لازم كله يكون في الماضي أفضل. ماضي is was. مريم said that she is ill yet. hadn't been عشان في يد. منال said me I have seen this movie. الإجابة يا أبطال said to، لسه ما تحولش كلام مباشر direct speech. منال بتقول لي I have seen this movie. منال told I have seen this movie. ينفع استخدم told؟ told me that. told me that ما فيش أي حاجة من الكلام ده، يبقى على طول هستخدم said واسكت. You shouldn't sit on the wall because it's dangerous. should أو shouldn't لازم فعل فين؟ infinitive بدون إضافات. ست. My father used to live on a farm. use
تبقى هي كرولوس يوزد تو. ركز معايا 29 حالة اف الأولى ولا الثانية؟ اعرف من خلال فعل الشرط وجواب الشرط. If I had more time، حالة أولى ولا ثانية؟ If I had more time، حالة ثانية. يبقى على طول هقول إيه؟ I would read. إيه كمان؟ ممكن أشيل would. هنا حالة ثانية هقول إيه؟ I could. يبقى would أو could الاثنين صح، أو might مفيش مشكلة. These trees planted by clever school boys last summer. These trees، دي أشياء. present ولا past، مضارع ولا ماضي؟ last summer ماضي. جمع ولا مفرد؟ trees جمع. was ولا where؟ طبعا where. والتصريف الثالث يبقى where planted. These trees planted by clever school boys every summer. بدأنا الجملة بالأشياء. present ولا past؟ present مضارع طبعا عشان في every summer. السؤال الثاني جمع ولا مفرد؟ جمع trees. يبقى استخدم ايه؟ are planted. عمر told he would come late that day. في هنا me وذات؟ لا طبعا، يبقى اجابتها هتكون ايه؟ said بس. عمر said me that he would come late that day. في me وذات يبقى على طول told. told بيجي وراها على طول object. told مفعول ذات. عمر told that he would come late that day. في مي هنا يبقى مش هينفع told، يبقى استخدم ايه؟ said قال. you should avoid، should بعدها فعل في المصدر، لكن بعد avoid ing said هتبقى sitting. if I be in trouble would you help؟ حالة كام؟ تانية. يبقى على طول في الماضي هستخدم if I were صح، حالة مستحيلة if I was صح، الاثنين صح. if I were in trouble would you help me؟ have you ever used، تصريف تالت. مستر نصري loves you so much. شير الفيديو مع أصحابك طلاب الصف الثالث الإعدادي علشان يستفيدوا. Don't fear Mr. Nasri is here. توحشوني كتير يا أبطال. Goodbye.